أنواع الغيوم. تنقسم الغيوم إلى أربعة أنواع، وهي الغيوم العمودية والغيوم المتوسطة والغيوم المرتفعة والغيوم المنخفضة. الغيوم العمودية هي التي تتكون على جميع الارتفاعات وتسبب أمطار غزيرة. الغيوم المنخفضة هي سحب رمادية اللون تشبه الضباب المرتفع، وتتكون إلى ارتفاع 2000 متر فأقل من سطح الأرض، وتتشكل بفعل تبريد الجزء السفلي من الجو. أمثلة على الغيوم المنخفضة: الغيوم الركامية، الغيوم الطبقية الركامية، الغيوم الطبقية. الغيوم المتوسطة تتميز بتكونها من ماء سائل ومن بلورات ثلجية صغيرة الحجم، قد تتسبب في أمطار خفيفة، وتتكون على ارتفاع يتراوح بين 2000 إلى 8000 متر. أمثلة على الغيوم المتوسطة: الغيوم الركامية المتوسطة، غيوم مدن ركامية، الغيوم الطبقية المتوسطة. الغيوم المرتفعة تتكون من السحاب الرقيقة المرتفع، ولا تؤدي إلى هطول أمطار، بل تسبب تكون بلورات ثلجية، وتتكون على ارتفاع من 8000 متر إلى أعلى. أمثلة على الغيوم المتوسطة: الغيوم الريشية، الغيوم الريشية الطبقية، الغيوم الريشية الركامية.